مين؟ نقلوهم لأنه بكرة بدنا نعملهم إملا. ألو، وين حطيتيني مصرياتي؟ صاروا بجيبتي. أنت فاكرة إذا أخذتيني مصرياتي ما رح فيي أقدر من بيت باغ؟ وين بدك تروح؟ أنا بوصلك. ما بدي منك شيء، ما بقى تدقي لي بأغراضي. من وين وين فاكرة حالك بحق لك تتحكمي بحياتي؟ ساعة بتقعد ببيتي بالقوة وساعة بتاخذي المصاري من ورا ظهري، وساعة بتنمي بتاخذي من دون عزيمة. قبل امبارحة يمكن، بس امبارحة أنت عزمتني. نعم؟ نعم. وين حطيتيلي مصرياتي؟ قلت لك اخذتهم وما رح رد لك اياهم قبل ما ترجع حياتك الطبيعيه وترجع طارق يلي انا بعرفه وتوقف سكر. شو خصك انت يا اختي؟ انا عبالي ضل اشرب تنتحر، مين حطك وكيل على حياتي؟ شو امي او اختي انت؟ حلي علي بقى اتركيني بحالي. والله شغله لك والله العظيم انا مرق على راسي نسوان بلا مخ بس مثلك انت مش شايف. خلصت؟ لا ما خلصت. لك أنا بعد ما بلشت. خلصتوا نقل؟ نعم. أوكي يلا رح نعمل نسخة تانية أملة جديدة. ما تواخذني سيدنا، بس فيني أعرف عشان عم تفتش بالضبط؟ عشي مخبى يعني مثل أبو؟ أبو إيه؟ بس معقول كتير إذا عاملين أبو يكون عاملين له مدخل من قلب البيت، مش هيك؟ ما مرت الماضي نبشنا البيت كله ما لقينا شيء. وبركي مخبيين وكرمال هيك ما شفناه. كمان معقول. طب بتحب مرت الجي إذا كانوا بالبيت نجي نفتش كمان؟ على الأكيد. الو الو مرحبا. اهلا، مين معي؟ عم تلفن بخصوص الوظيفه بشركه العلاقات العامه. ايه دوموزيل، قد ايه عمرك؟ وين ساكنه؟ الشغل ببيروت، فيك تنزلي على بيروت؟ ايه مش مشكله، اكيد بنزل على بيروت كرمال الشغل. اوكي طيب كثير منيح، فيك تبعتي لي صورتك على الايميل الموجود بالاعلان. حبيبتي خلود. لك شو حبيبتي انت شو جيت تعمل هون؟ لك كيف شو جيت اعمل هون؟ لك انا ما بيهمني حدا بالحي كله، ما بيهمني حدا. شو ما بيهمك حدا؟ حتعمل لي جرصه؟ الله يرضى عليك. يا جرصه انا كله يا ما فارق معي، شو قصتك انت؟ هيدا رقمك بحكيك عليه؟ ايه هيدا رقمي. طيب انا ناطر صوره منك. طيب اوكي. باي. باي. شو طلال؟ بعد ما خلصنا السياره؟ بلا بس قلت بدخن سيجاره، اجاني اتصال. شو انا منعك الدخل؟ انتو عم تشتغل يعني؟ لا بس انه حبيت هيك اخذ نفس. يلا خلصها. ايه ايه بالاذن. جاي من بيروت لهون عم تستقبليني بهالطريقه؟ معقوله انت؟ لك شو قصتك؟ شو صاير بحياتك براسك؟ ما بفهم. حكي معك طلال. ايه حكي معي طلال، ليش دخلتوا بالموضوع اصلا؟ اذا بتريد تطلع من حياتي. أنا امبارح خطبت وخطيبي شغله قريب من هون، وإذا شافك معي بيعمل لي مصيبة. خطبتي؟ إيه خطبت ورح أتجوز قريبا، إذا بتريد ما بقى تجي لعندي. يعني بفهم إنه أنت مش قبلاني فيي. أنت رجال بتجنن وألف بنت بتتمنى عليك، بس أنا تركني بحالي، الله يرضى عليك. بس أنا بحبك أنت خلود. أنت مفكر هيك، بس الحب من طرف واحد ما إله معنى. مش مهم إذا ما بتحبيني هلا حبيبتي. بكره المعاملة الحلوة والأيام بتصيري تحبيني. صدقيني إذا بتقتنعي فيي رح بتكوني أسعد بنت بلبنان، حبيبتي خلود. ما بقعد قلي حبيبتي، الله يرضى عليك، أنا بنت بدي سترها، الله يستر عليك تركني بحالي. ليه ما بتجي مع نتالي بكره ونقدر كلنا سوا؟ جربيني بعد يوم واحد بس، فرصة وحدة. شو ما بدك بيكون بين إيديك، ذهب، ألماس، يلي بدك، عم بطلب منك فرصة وحدة. إذا ما اقتنعتي فيي
صدقيني بتبطلي تشوفي صورة وجهي، بوعدك بختفي من حياتي، وهيدا وعد من شفيق لخلود. يعني بتوعدني انه بتكون اخر مرة؟ وعد رجال، وإذا ما وفيت بوعدي فيك تشتكيني للدرك، اعملي يلي بدك يا فيي، بس بليز تعي الليلة ناطري. طب خلص أنت روح هلا وأنا رح أجي بالليل. وعديني إنك تجي الليلة بس. بوعدك إني بجي الليلة، خلص روح هلا. صباح الخير حياتي. شو عم بصير؟ قصدك شفيق. شو بده هيدا؟ ما تخانق هو ناتالي امبارح وفكست الخطبة وحيجن مش عم ترد علي على التليفون، بده يعني صالحهم بقى. ليش تخانقوا؟ حدا اجى خبر ناتالي انه شاف شفيق بكافيه مع بنت تانية وجن جنونه وفكست الخطبة. هو بأكد لأنه ما في شيء بيناتهم، بس ناتالي مجنونة وبتغار ما عم بتصدقه. وانت بتصدقي؟ ما بعرف، بس هو بحبها كثير يعني، فما بعتقد انه عم بكذب عليها. هيك لك شفت له ساعة بشارعني بنص الطريق لصالحهم، وأنا ما دخلني بالقصة كلها. إذا هيك بسيطة حبيبتي. طيب يلا أنا لازم أروح على الشغل. بوصلك؟ إيه يا ريت. بس هديها لحتى أجيب المفتاح. شفتي كيف رح تكون حياتك معه؟ كذب كذب، انت بترضي هيك؟ انه شو كان مفروض اعمل انا؟ ما شفته كيف يضل حقن مثل المجنون؟ خلود اعملي اللي بدك اياه، انت منك ولد ومنك عايزه نصيحه من حدا ولا حتى مني، بس المين منه اليك، بتستحقي احسن من هيك. يلا حبيبتي. ياك سعيد. يلا باي. شو مروان كيف الشغل؟ الحمد لله. عم بخبرني عطوان انه مبسوط من شغلك. اهم شيء الباص يكون مبسوط. رح نشوفك الليله انت وشيرين بالعشاء. قلت لك شيرين ما بتخبي علي شيء، واصلا انا لما عرفت انه انت رح تسكن حدا قدرت انه في شيء بيناتكم. ماشي الحال؟ ماشي الحال. اختي تعذبت كثير مع اكسها. رياض كان حدا عنده غيره مرضيه وحدا عنيف. عاشت جهنم هي والولاد معه. لحديت ما كان عندها الجرأه انها تاخذ قرار انها تطلق. ولو ليا انا وجلال. هي خبرتني انه ساعدتوها. انا اكيد بدي اختي انها ترجع تبلش من اول وجديد وتحب وحتى انها تتجوز. بس بدي اياها تتجوز الشخص الصح. ما بدي اياها هالمره انها تكون مع حدا ما يعرف قيمتها على المضبوط. فهمت علي يا مروان؟ فهمت عليك. أنا لو أختي كنت بحميها زد شي. لكن أهلا وسهلا فيك معنا بالعشاء الليلة. طالما شيرين مبسوطة نحن ما بدنا شي تاني. وإذا لقيت سعادتها معك نحن ما فينا إلا ما نكون داعمين. داعمين لإلك، لعلاقتكم، داعمين لتطورك معنا بالشركة كمان. إن شاء الله خير. أنت طلقت ما هيك؟ هيدي الجمعة رح بلش معاملات. شيرين قالت لي انه بتعرفوا محامي شاطر؟ صحيح، صاحبنا كثير، ورح يكون ليلى اساسا على العشاء معنا.
هيك بركي بتتعرف عليه، بتقعد بتخبره مشكلتك وبساعدك تطلق بسرعة. ميرسي كتير مروان. في اسألك شغلة إذا ما في إزعاج؟ أكيد أكيد. أنت ليش بدك تطلق؟ هي القصة شوي معقدة. بسبب الأولاد؟ تقريباً إيه. للصراحة شيرين خبرتني، ما رح أخفى عنك، هيدا قصة الأولاد أوقات بتعمل مشاكل كتير بين المجوزين، بس ماشي الحال وقرار صعب على كل حال، خاصة إذا كنت بتحبها. أهلاً، شو كيف كانت لندن؟ آه والله لأي متى بدك تضل تقصصني هيك؟ ما بتحس إنه يمكن صار لازم ندفن دينا؟ لأمتى رح تضلي عم تلعبي بيت بيوت؟ أنت فاكرة اللي صار مسحة؟ أزمة وبتمرق؟ برجع انا وياك نتجوز منجيب اولاد ناسس عائله ومنعيش حياه سعيده؟ انا خلص قتلوا لي بنتي. انت فاهمه شو يعني قتلوا لي بنتي؟ انه واحد مهووس فيكي قرر يا انت يا دينا وقتل دينا لانه انت مش عم تفهم تحل عني بقى. لك منيح لي ما قتلتك بعد. طارق اسكتي. بلا طارق بلا اكل هوا. خدي اغراضك وفلي. مش قادر اتصورك ولا اشوف وجهك ولا شكلك. لك انا كل يوم بشرب تنساكي، بشرب وبشرب وبشرب تنساكي، بس عينك عن ايدي ما بتفهمي. طارق خلص بقى هلي هني، ما بدي حدا يحبني، اطلعوا من حياتي كلكم بقى. الو ايه ايه وينك؟ بالبيت عند ضحى. شو بكي ليش عم تبكي؟
فين اجي لعندكم؟ ايه اكيد، بس قولي لي شو في، شو صاير معكي؟ هلا بس اجي بخبركم. طيب يلا تعي نطرتك. الو الو يا خلود، خلصت الشغل ولا بعد؟ إيه لا بعد شي ساعة تقريبا. ليه في شي؟ لا والله اشتقت لصوتك عم دق، انه اكيد في شي. بدك تنقبري تنزلي معها بيروت او لا؟ مين قال لك؟ ولو ما انا ناتالي حبيبتي. مين قال لي؟ بدي اعرف من عادل انه حضرتك اتفقتي مع شفيق ونازلة. بسيطة، شو هلا ما معي كتير وقت، بدك تنزلي او لا؟ اوكي. برافو تقبري قلبي، شطورة. هيك بدي اياك. ناتالي خير؟ شو بدك؟ ليكي رح احكي الحكيم، بركي فيه يقدر يعمل لي العملية بكرة. بكرة؟ بشرفك خلود، انه بكرة متفقين نقضي نهار كلنا سوا، يعني ضروري تنزعيها حضرتك. هلا اذا مصرة كتير خلص خليها بعد بكرة. طيب اوكي. احطي، بشوفك بعد شوي، باي. لا بدي اقعد هتك ولا شيء يا آية، بس منك عارفة من الأول إنك رح توصلي لهون مع واحد مثل طارق؟ شو كنت متوقعة منه يعني؟ الزلمة من الأساس مخه مضروب، وفي 100 قصة براسه من قبل ما تصير مصيبته مع بنته، كيف بدك يصير هلأ يعني؟ أكيد للأسوأ. ولك شو صاير عليك؟ ما عم بفهم، انقطع على الرجال؟ لك يقطع الحب إذا بدك تتبهدل وتنضربي كرماله. ما بعرف. خلص روقي واشربي هاليانسون، وشيليه من راسك بقى. وحياتك ما بيحرز، ولك ما بيستاهل دمع من عيونك ما دام لم ادرك ولا شايف اللي عم تعمليه كرماله. لك عن جد ما عم بفهم. بتفوتي بتنامي شوي بترتاحي؟ اوكي. طيب يلا نامي بغرفه ضحى احسن، بلكي اجى طلال بدي وعيكي اذا بعدك نايمه. اوكي كثير منيح، بعتيلي صورتك على الايميل. اي نعم. نحن أنا برجع بحكيك كرمال نتفق على وقت نلتقى فيه. باي. ألو. يا أهلا. قدي عمريك؟ أوكي وين ساكنة؟ أوكي الشغل ببيروت. إذا ما كتير منيح. طيب أنا برجع بتصل فيك، بس هيدا رقمك مزبوط؟ كتير منيح. يلا باي. خزلعان عنك، خزلعان، تليفونك ما بيهدى من بنت لبنت، ما عارفك هيك عندك شعبية طلال. لا ماشي، بس إنه هيك ثاقبت اليوم يعني. لك شو اليوم؟ بعدين ليش لا؟ أنت شاب بتستاهل، شو اللي عم تجوز وأحسن منك يعني؟ تسلم معلم. بس ليك، بدك تنتبه وتركز شو بدك، مش تنطنط من بنت لبنت هيك ما بتوصل لمحل، بدك تنقي بنت الحلال وبيمشي الحال. كمان بدك تنتبه من البنت اللي مالي عليها وضاهرة وشايفة، هيدي بتنكش لك المشاكل من تحت الأرض وبتمشيك عروس أصابيعك. أما البنت اللي مش ضاهرة ولا شايفة، هيدي بتحطك براسها وبس، بتتجوزها وبتعيش مرتاح، مش هيك؟ بلا هيك. ليك طلال، إذا بتلاقي لك بنت مثل رشا بكون تحفة، عرفت شو قصدي؟ بس ليش مش خلود مثلاً يا معلم؟ لا خلود، لا خلود بدها رجال يقدر عليها، عرفت كيف؟ رجال مثلك يعني. روح على شغلك، روح.
الو هاي ضحى، هادي معي، كيفك؟ عرفت كيفك؟ انا منيح. شو وينك ضهرت من الشغل؟ انا هلا على الطريق ورايحة على البيت. وشو عامله؟ عندك شي الليله؟ ليله عبالك نعمل شي سوا؟ ايه اوكي نعمل شي. لكن بقطع باخدك بعد شي ساعة؟ اوكي ساعة is fine. اوكي طيب شوفك لكن باي. اوكي باي. وعلى بابي واقف قمرين واحد بالسماء، انا والتاني اغلى من العين بيفهم بالوما. وعلى شو بديك؟ شي مرة فكرتي انه اللي عم نعمله اسمه دعارة؟ دعارة؟ شو بكي انت؟ شو هالحكي هيدا؟ معقول راسي؟ شو بتسميه لكن؟ يعني فيك تسميه دلع بنات، انه ليكي كل البنات بيظهروا مع شباب وبيصرف عليهم وبيغنجون وبيدلعون وكل شيء. هلا كل ما وحده ظهرت مع واحد وجاب لها هديه وصرف عليها بتكون عم تمارس الدعارة من كل عقلي؟ أو لك هيك؟ شو هالهبله؟ ولك أكيد ما عم ترد علي، صرت بتلفن لها ثلاث مرات، أكيد إنه جاي؟ إيه أكيد 100%، بتكون ما شافت التليفون مش مشكلة. طيب طلال، إذا مش الحال مثل ما اتفقنا، بكره أنا بمرق لعندك ونتحاسب. إيه لا لا ما تمرق على الجراج، خلينا أنت وقت توصل نحن بنتفق على مطرح بنلتقى فيه. طيب مش مشكلة، مع السلامة. يا صار لها نايمة عفلت سحبة من وقت ما اجت، مفقوسة وما بتضحك. احكي معها يا ضحى بشرفك، هي بتسمع منك. طيب هلا بس ارجع اذا كانت وايه بحكي معها. امتى عزبك بعتي لي صورتك على الايميل؟ نوت. الو الو، وحياتك عم تلفن بخصوص شغل بشركة علاقات العامة؟ ايه في مجال تبعتي لي صورتك والسي في تبعك على الايميل وانا برجع بتصل فيك كرمال نتفق على موعد. اوكي بس بقدر اعرف ليش بدك صورتي؟ شغل بالعلاقات العامه، يعني المظهر الخارجي مهم. قد ايه عمرك؟ 20. بتشتغلي شيء هلا؟ مش شغل ثابت، بس من وقت للتاني عارضه ازياء. عارضه ازياء؟ كثير منيح كثير منيح. بعتي لنا صوره بليز. وهيدا رقمك اللي عم تحكيني منه؟ ايه رقمي. شو اسمك؟ غادة. طيب غادة بعتي لي صورتك على الايميل وانا برجع بتصل فيك. اوكي باي. التقى بعت له صورتي وبيرجع بيحكيني حتى نلتقى. خلي التليفون معك ليكون حكيكي. وبس حكيكي بتلفني لي على هذا الرقم، بتقولي لي وين واي ساعة الموعد. ناطرين تليفونك. اوكي شو بدكم تعملوا فيه؟ بعتي لي صورتك ايميل وبنحكي بكره ان شاء الله. ليه هيك من اول ما جيت عم تحكي على التليفون؟ وجعني راسي على كثرة ما اتصلوا فيي. كلهم بنات؟ اكثريتهم. شو في؟ بدك تتعشى؟ ايه يلا. عمي شو هالوظيفة هي اللي كلها بنات هيك؟ اخذتوا؟ ها مروان صوب الزلفة. كيلو شيرين. مروان مروان صار صديق شيرين، بيشتغل عندي بالشركة. مدام تسلم. اهلا وسهلا. ماشي ها،
هاي. تأخرت عليكي؟ لا مش مشكلة، أصلا أنا كمان التهيت وقت رجعت على البيت، رشا لهتني بآية وما لحقت غير تيابي. شو بها آية؟ رجعت تركت بيت طارق، يحيى عندي. تركته؟ ليش تخمين رجع انفجر الوضع بيناتهم؟ هيك الظاهر. خبريني يا عمي. انتو مجوزين مدني؟ يعني الطلاق اللي يصير مدني كمان. طبيعة الحال. عظيم. في عندك شيء املاك باسمك غير سيارتك؟ لا في السيارة بس. البيت كان اجار يعني فما في شيء تاني. بسيطة لكن. موضوع كتير هين. طالما ما في لا مصاري ولا اولاد، موضوع الطلاق ما في اهون منه. طبعا انتو متفقين على الطلاق. انه نحن متفقين يعني بس انه بكل الاحوال باليومين بمرق عليها وبلغها. لا مهم اني اعرف مروان. لأن إذا هي رفضت تطلق ممكن كتير تعرق بالإجراءات. عم تفهم علي مروان؟ شفت قالك موضوع الطلاق المدني غير الطلاق الديني، يعني مش بسهولة أبداً فيك تطلق مرتك وقت اللي بيطلع على بالك إذا هي ما بدها. أنتوا وين كنتوا ساكنين؟ برات بيروت؟ إيه بشمال. مدام أنت مش من الشمال كمان؟ لا بس أنا كنت مجوزة من فوق. من وين من فوق؟ من كفر صفو. سوري على الحشرية بس إنه مين بركي كنت بعرفه؟ طارق بدران. تعرفه؟ شو؟ كيف ليزا؟ منيحة. مين هي ليزا؟ ليزا بنتنا. من وين جبتوا الاسم؟ ليزا مش حلو يعني؟ بس من وين جبتو؟ هيدا اسم ستي. والله ستك كان اسمها ليزا؟ ايه الله يرحمها، هي سمتني كمان طلاق الله يسامحها. انه ما كان فيها تسميني كلود مثلا؟ اف كلود فرد مرة؟ ايه كلود شمعة، احلى من طلال شمعة. والله كيف لقيتها احلى يعني؟ بأي معايير لقيتي كلود احلى من طلال؟ حياتي كلود انه معروف شو هو، مش مقشوف شقفتين يعني ومقصن ما بتعرفي كوع من بوع. ايه بس في مشكلة اذا كان اسمك كلود؟ لا 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 ما في ولا مشكلة ابدا، بالعكس هول العالم اللي عم بيحكوا هيك بيغاروا منا. بلا في مشكلة. انت بترضى يسموني مدام كلود؟ لا لا اذا هيك لا انا ما بقبل. خلينا على طلال احسن شيء. من عدا شيء من عدا شيء شو؟ ماشي حياتي ماشي. مشغول بالي على آية كتير، بعد ما وعيت من وقت ما نامت بعد الظهر. خليني فضي اطمن علي احسن. لا لا انت ارتاحي، خليها هي كمان ترتاح عادي. كيف ليزا عم بتلبط؟ لا بعد بكي. الو. ايه آية كيفك؟ ماشي الحال. شو وينك بعدك عند ضحى؟ ايه بعدني هون. سمعت اللي صار؟ ايه خبرتني ضحى. كنت عم دق له على التليفون ما عم بيرد فجيت لعنده وما لقيته. بتعرفي شي وين راح امبارح من بعد ما اتخانقت وفليتي؟ ما بعرف شي. حمل حاله وفل. اكيد بيكون راح عند هيدا صاحبه يسكر. عارف؟ لا قطعت عليه وقال لي انه صار له من امبارح ما شافه. وين قولك معقول يكون؟ ما بعرف. بيكون راح عند شي حدا تاني يسكر عنده تما نحن نلاقيه. خلص شو بدك فيه اتركه. لك شو هالحكي هيدا؟ كيف بدي اتركه وهو بهيدي الحالة بعد اللي صار بيناتكم امبارح؟ ما صار شي بيناتنا. لكن شو قلتي له حتى ينفجر هيك بوجهك؟ ما قلت له شي. قلت له
قلت له انه يمكن صار لازم يدفن دينا. يعطيك العافية. وبدك ما يعصب بوجهك؟ هو بعصب علي شو ما قلت له. ما بقى رح اقول له شيء من هلا ورايح. يصطفل. خلص تعبت. ولهيك معك حق. خلص انت روقي وارتاحي. رح ضلك عند ضحى ورح ترجع عند امك على البيت. ما بعرف شيء. طيب خلص. انا رح روح ادور عليه وبرجع بحكيكي. اوكي؟ اوكي ماشي. باي. باي. ألو؟ ألو دموازيل غادة؟ إيه مين معي؟ عم بحكيك من شركة العلاقات العامة بخصوص الوظيفة، حضرتك حكيتين امبارح. إيه مزبوط، وصلت لك الصورة؟ إيه وصلت لي. في مجال نلتقى الليلة؟ إيه أوكي، أي ساعة المزبوط ووين؟ الشركة ببيروت بس فينا نلتقى وين ما بدك. بحكيك شي ساعة أنا بقول لك وين بشوفك. شو اسمك؟ كلود. اوكي كلود بحكيك. اوكي باي. الو ايه تلفن لي هلا. هيك بدي تضلك قاعدة مفقوسة عليه؟ لك عمره ما يرجع بشرفك آية. تلفن هادي قال مضيعه مش عم بلاقيه، مدري وين داير. اي يصطفل. يصطفل يصطفل، أنا ما قلت شي. طب شو عبالك تاكلي؟ بتحب الكوسة؟ أو لك عمل شي بحاله؟ مرسي دريان. قديه صار له جلال مجوز؟ شي سنتين ونص تقريبا. ما تعرف عليه؟ ما بعرف على المزبوط، بس انه اللي بعرفه انه كانوا يظهروا سوا قبل ما تطلق جوزها هيداك. عن جد؟ ايه بس هي حرام جوزها القديم كان يضربها ويعذبها، حتى يمكن اللي صار معها من بعد ما ولدت بنتها هو سببه. عرفت كيف؟ خبرك جلال معك خبر بوضع الصحة ما هيك؟ شو بيك عم تضحك؟ انت كمان ما بتحبها لسلوى؟ لمين ما بيحبها؟ خي جبران، من وقت ما جابها جلال وتعرفنا عليها قال ما بيحبها. يمكن معه حق. يمكن، شو بيعرفني؟ Thank you.
مرحبا معلم. هلا طلاف، شو وينك لهلا؟ كنت عم جيب دواء لأمي. خير، شو بها أمك؟ ماشي موجوعة شوي، بس هلا مع الدواء بركي بتصير أحسن. على سلامة إن شاء الله. تشرب قهوة؟ بعمل لك قهوة؟ لا لا، ما لي نفس. شو بك؟ مش على بعضك. صارت الساعة 10 وبعدك قلوب ما ضهرت على شغلك. قولك بها شيء؟ بتكون طولت بالنوم، يا دوامة مأخر اليوم، ليه ما بدي أقلها؟ إنه قلت بنطر شوي بعد. لا لا بدي أقلها، أكيد ما بها شيء. بالإذن. الو الو، عفوا، مش هيدا رقم خلود؟ بلا، مين بيريدها؟ مين معي؟ صاحبها. حضرتك مين؟ صاحبها؟ ايه صاحبها. مين معي؟ تليفوني كان عم يرن؟ لا، تليفوني رديت حبيبي، حسبته تليفوني، رديت بالغلط. رديت؟ مين كان؟ سلمان. سلمان؟ رديت عليه؟ شو قلت له؟ سألني مين عم بيحكي؟ قلت له شفيق، قام طبش الخط. بعتذر حبيبي، مش بقصدي، صدقيني. خلود! خلود! خلود حبيبي، خلود!